عودة مجددة لك عزيزي المشاهد وحلقتنا الخاصة اليوم بعيد ميلاد الشاهد. بداية باسمي واسمك عزيزي المشاهد وأسرة تلفزيون الشاهد أرحب بضيوفي الكرام معانا في ديوان اليوم. بداية على يميني الفنان خالد أمين، حياك الله. مساك الله بالخير. الدكتور نبيل الفيلتشاوي، محمود الفيلتشاوي عفوا، أنا ترى لأن الأسماء عندي مختلطة. وكذلك أيضا معي الدكتور موسوي، محمود المسوي، نعم فيك حياك الله. الله. الدكتور خالد القحس، حياك الله. حياك الله الدكتور نبيل الفيلتشاوي، حياك الله. شرفتونا في ديوان. وبداية أنا بسأل سؤال لكم كلكم، هذه الرسالة السامية، الإعلام ودور الإعلام هو مؤثر وشيء كبير، كل منا قاعد يلعب في دوره. أنت كممثل، دكتور وإعلاميين وجامعيين وأكاديميين، ريت أسمع منكم كل واحد كلمة. والله بما اني انا اصغر واحد هاد بتكبرهم الحين انت من صبح تحارب كلهم. لا كلهم شانهم كبير وعظيم ودكاترة ما شاء الله وفعالين في مجتمعهم. يعني ايش اقول لك، انا اعتقد ان الاعلام هو من اخطر الاجهزة اللي موجودة، او من اخطر الاسلحة ايضا الموجودة بالعالم. صحيح، اخطر من الطلقة. اذا الانسان ما كان عنده احساس بالمسؤولية تجاه الشيء اللي هو قاعد يستخدمه، نعم، تماما راح يكون جهاز مدمر ممكن يسبب كوارث كثيرة. صحيح. حتى لو برسالة بسيطة ممكن هو يوجهها من خلال جهاز إعلامي ممكن تنهض مجتمعات وممكن تهدم مجتمعات. صحيح. يعني هذا بشكل بسيط أنا ممكن أقول لك يا شنو هو دور الإعلام. يعني جميل. الجانب التمثيلي طبعا هذا دور خطير جدا. نعم. وإحنا تدري قاعد نمر في مثل ما تقول مشاكل، شيء منها يرفع المستوى وشيء منها بالضبط يهبط المستوى، للأسف لعدم وعي كثير من الناس، من أهمهم الكتاب، لعدم وعي ممثلين ومخرجين وغيرهم في تقديم أشياء لا تمت يعني لمجتمعنا بصلة. وهذه هذا شيء جدا خطير إحنا قاعد نعاني منه للأسف. ما في وعي، مجرد أننا بنقدم شيء يلفت انتباه الناس وبس عشان يكون متابع وعشان يجيب للقناة ولأي قناة تعرض، يعني إنه يجيب لها نسبة مشاهدة عالية ودعايات وغيرها من للأسف. يعني أقول لك أنا واحد من الناس، أنا ضد الفكر هذا. نعم. ضد الأكشن. لا مو بس أكشن، هو مو مسألة أكشن. نعم. قاعد يوصلون رسائل ما لها علاقة بمجتمعنا. خاطئة. إيه يعني الناس على بالهم الكويت بس، ما عندهم إلا مشاكل، ما عندهم شيء غير المشاكل. جميل. وللأسف الآن في بعض القنوات، يعني مش الكل، قاعد تصير فيها برامج الناس بس تشتكي. نعم. كنا ماكو ناس مرتاحة. صحيح. وهذا غلط أيضا. جميل جدا. لذلك الإعلام يعني جهاز خطير ومهم. لا. يجب استغلاله بشكل جدا جميل. دكتورنا طبعا نضيف على أخونا الفنان وإحنا اليوم راح يتراولي بعد هم راح نتكلم وايد عن الدراما، يمكن كونك تكلمت عن سلاح الإعلام كيف يدمر، وإحنا حقيقة نلاحظ هذا حتى في المسلسلات. يعني إحنا بنوجه اللوم حتى على المنتجين وعلى الفنانين وعلى كل من يعمل في الحقل الإعلامي، خصوصا الدراما اللي هي أقرب شيء إلى المشاهد. صحيح. يعني الأخبار في برامج كثيرة طبعا بالتلفزيون، ولكن بما أن المسلسلات الدرامية هذه هي الأقرب إلى قلب المشاهد. نعم. فهني تكمن المشكلة. هني من اللي يوقف وراء المسلسلات؟ من اللي يصيغ هذه الحوارات؟ من اللي يخرج هذه الأعمال إلى شاشة التلفزيون؟ هذه كلها حتى حركة فنية في الكاميرا ممكن تؤدي دور معين ومؤثر في المشاهد طبعا. فطبعا مثل ما احنا قلنا، احنا نكمل على القضية، فعلا الإعلام مثل ما قال سلاح. يعني احنا ما نقول نفس قوة، البعض يقول نفس قوة الأسلحة الحربية طبعا، ولكن احنا نقول ان هذه اخطر من الأسلحة. الأسلحة الحربية اذا اصابتك تموتك وترتاح. صحيح. لكن التلفزيون يترك فيك اثر، وهذا الاثر هي المشكلة، ان انت اذا تركت اثر كيف تزيل هذا الاثر؟ وهذا الاثر محتاج الى علاج نفسي وعلاج تدري ياخذ سنوات في بعض الاحيان. فهني يبقى على الاعلاميين ان يعرفون ان الجمهور مما يتكون هذا الجمهور. صحيح. الجمهور ما هو كل الجمهور يعني قلبه قوي انه يطالع مثلا خلينا نقول مشاهد او نفس الفكره او شغله. نعم. هناك مستويات لابد ان نفكر في حتى الاقليه في المشاهدين. صحيح. وننظر لهم نظره خصوصيه ان لا نؤثر فيهم، ويعني المجال راح نتركه للبقيه. نعم. الدكاتره. طيب دكتور خالد شنو رايك؟ انا بدايه نهنيكم ب
مرور. نشكرك طال عمرك. سنة كاملة على تو جايين الحكي هذا رايحين فيه جايين فيه الحين. ما شاء الله الكيكة كبيرة الله يقدر. أنا أتفق مع الزملاء طبعا خاصة خالد لأن اسمه خالد وخالد وياكلنا أنت خالد بعد نسيت أنه زميلك نسيت أنه زميلك بالضبط لا والله يعافيك بالعكس فبالعكس احنا نفس كلام الزملاء أن الآن احنا عندنا إعلام ما يسمى إعلام فضائي الآن المجتمع أي مجتمع الآن يتعامل بالمعلومات والترفيه وال والدين والغناء والاخبار كلها عن طريق التلفزيون الفضائيات عشان كذي دورها صاير خطير ودورها صاير مثل سلاح لان ان الناس تتلقى كل شيء عن طريق التلفزيون صحيح. مع ان الكويت صغيره لكن احنا كل معلوماتنا عن طريق التلفزيون والصحف هذا الامر يخلي المساله عليهم جدا مهمه وبالتالي قضيه الاثاره انا افهمها من ناحيه اعلاميه ومطلوبه هي من ناحيه اعلاميه لكن المشكله لما يصير عندي اثاره صحيح ها بريد ذات الإثارة بس الناس يشوفوني لأن صحيح. في تنافس كثير صحيح. فإحنا يعني بهذه المناسبة وإحنا قاعد نتكلم مع الزملاء هنا يا كارم إن نقول لا بالعكس الإعلام مسؤولية والله صحيح. وإحنا ما نبي إعلام ملتزم يعني دقيق وما في أخطاء وكل إيجابيات لا نبي إعلام يونس وفي مشاكل وشيء لكن تقدر الأمور بقدرها ويتم وزن الأمور بطريقة تخدم المجتمع وتخدم تخدم القناه بحيث انه لا يسيء ايضا الى الدوله او المواطن ويعطي نعم. سمعه خارج البلد في عن هذا الموضوع مقطوع كلام دكتور وكلام خير في رقابه ذاتيه موجوده عندنا صحيح كفنانين وكجهه اعلاميه وهنيني نتكلم في قضيه اخرى موضوع الرقابه احنا ما نبي ندش الحين في مواضيع وعندنا هنا نقابه خلينا نتكلم دكتور نبيل حياك الله دكتور نبيل رئيس نقابه الفنانين الكويتيين يعني نسمع منك ايضا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم تهنئة قبل يايتها دورها ولكن نهنيكم ولي الشرف أن يكون هاي ثاني لقاء في القناة أمانة نشاهد الإعلام الحقيقي أمانة صادق لأن استشفيت فيها من خلال عدة مقابلات حسيت أن فيها مصداقية وهذا اللي الإعلام المطلوب أمانة الإعلام هو جهاز خطير 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 أمانة ذكرتوني الحين في رسالة الدكتوراه من قبل 10 سنوات يوم طرحت هذا الموضوع ومدى خطورته فالناس مو مستوعبين شنو الإعلام الإعلام هو يغير ثقافة مجتمع يغير منظومة كامل المجتمع على سبيل المثال لو تلاحظ أن اليهود سيطروا على أمريكا من خلال الإعلام سيطروا على العالم من خلال الإعلام سيطروا إحنا قبل نسمع أن والله أمريكا من خلال الإعلام صحيح. أكشن يوم رحنا أمريكا وشفنا عشناها ولا الإعلام ناقلها صورة ثانية صورة غير تقريب كذلك من أخطر الوسائل اللي مستخدمة حاليا أنه ما في ثقافة إعلامية بالكويت وهذا اللي إحنا بحاجة لها شو الثقافة الإعلامية شو مفهوم الإعلام جميل. حتى مصطلح الإعلام ترجمته هم خاطئة أدواته خاطئة فعلى سبيل المثال يعني أهمية الإعلام شلون تلاحظ الأفلام مثل ما طرقنا للأفلام تلاحظ الأفلام الأمريكية خلال 8 سنوات والمسلسلات القوية خلت دائما في أفلام ومسلسلات أن الرئيس الأمريكي أسود زين غيرت ثقافة مجتمع أمريكي خلال 8 سنوات أنه حط التصور بمفهوم عند المجتمع الأمريكي إن رئيسك المواطن. أسود رئيسك أسود فلما صار انتخابات تلقائيا هم تشربوا هذا تخيل شلون نقل الأمريكان من أكبر عنصرية إلى والله البيض نفسهم راحوا صوتوا حق هذا كله ندل على قوة الإعلام وشون الإعلام يعني دكتور نبيل الإعلام يؤهل المشاهد مو يؤهل إلى يقلب كيان ويقلب كيان يقلب كيان يعني لو تلاحظ نرجع حق الدراما نعم كل العالم الحين العربي واللي قاعد يشوف بتلفزيوناتنا حسبالنا المجتمع الكويتي هذا نفس التصور نعم صحيح وصادقين يعني ما يلامون لأنه قاعد ننقل لهم تصور حياتنا كذي ممتاز زين وهي حياة خاطئة ممتاز طيب أنا ودي أرجع مرة ثانية بنفس السؤال للدكتور محمود الموسوي يعني بداية كل عام وأنا ما يعني أقول لك مشاهدينا بخير لكن الدراما تنقل دائما صورة خاطئة وخصوصا قبل فترة تم هناك في الجرائد والصحف أن تكلموا أن الكويت والكويت 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 بخصوص الدراما أن هذه الكويت وهذا طبعا مع أنه صار النقد من عندنا هنا وبدأت الجرائد تكتب أن لا هذا مو إحنا مو مجتمعنا الكويتي ليش احنا نفقد هذه الهويه الان شوف يعني احنا بنتكلم عن نظره خلينا نتكلم عن نظره الغرب
العرب والمسلمين. نعم. نحط الكويت واحدة منهم. بالغرب دائما ينظرون للمنطقة هذه اللي احنا عايشين فيها إن كناس عايشين حياة